هو مش معرض واحد، ده اول معرض بنفتتحه السنه دي. هنفتتح معارض كتيره ان شاء الله في كل محافظات مصر. المعارض ده عنصر مساعد احنا بنعمله مع عناصر اخرى كتيره. المعرض ده بنطرح فيه منتجات الشركه الخضراء والشركه الشبابيه. داخلين بقوه شديده جدا، كم كبير جدا من المنتجات، عروض جيده جدا، مش مجرد تخفيضات سعريه ولكن كمان في عروض كويسه جدا. الناس بتقبل على المعارض دي بقوه. انا بقول المعارض دي جايه مع منافذ متحركه بتتحرك سيارات، مع منافذ ثابته للمجمعات الاستهلاكيه، مع تفاهم تم مع السلاسل التجاريه الكبيره ان هي هتعمل عروض كبيره جدا وهيبقى الاسعار فيها ايضا اسعار جيده جدا، هي القطاع الخاص، مع منتجين اتفقنا معاهم وتفاهمنا ان ايضا هيدخلوا بعروض كويسه. نضيف لده وده وده كمان ان احنا اضفنا في شهر رمضان منحه على التموين بحوالي 50% من قيمه التموين، والحاجه الكويسه ان احنا هنخليها تتصرف مع فرق نقاط العيش عشان ندي للمواطن مرونه كبيره يقدر يصرفها في سلع كتير هو محتاجها. هتتصرف من كل المنافذ اللي هو معتاد عليها بالاضافه الى المعارض، يعني معظم المعارض هيكون فيها ماكينات كمان لصرف فرق النقاط، وهنفتح الصرف من يوم 1 يونيو الى يوم 30 يونيو، فهيبقى عنده مده طويله يقدر يجيب بيها اللي هو عايزه. يعني المواطن قبل رمضان يقدر يجيب احتياجاته كلها بشكل جيد وبشكل كبير. ايضا الاسعار اللي انا شايفها هنا في معظمها هي اسعار زي اسعار السنه اللي فاتت، ودي حاجه ما تتكررش كتير. معظم اسعار السلع الاساسيه على الاقل هي تقريبا في نفس مستوياتها اللي كانت موجوده عليها.